السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درجات الحرارة وطقس اليوم 8 سبتمبر 2022، فضلا وليس أمر، الاشتراك في قناتي أنا وحياتي ولايك للفيديو، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالة الطقس اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، حيث من المتوقع أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا، وتنشط الرياح على البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار. وحذرت الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والوجه البحري، ويسود طقس مشمس على شمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، كما يسود طقس غائم جزئي على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية. يكون طقس القاهرة اليوم من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة رطب ليلا، كما توقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية الغربية وعلى السواحل الشمال وعلى السواحل الشرقية نهارا، معتدل الحرارة رطب ليلا، وتضم السواحل الشمالية كلا من مطروح، الأسكندرية، ودمياط، والعريش، ورفح، وتكون درجة الحرارة معتدلة إلى حد ما ليلا. وأشارت الهيئة من المتوقع يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا، وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد وحار على شمال الصعيد نهارا، مائل للحرارة ليلا ومحافظات الصعيد. درجات الحرارة القاهرة والوجه البحري العظمى 33، السواحل الشمالية 30، جنوب سيناء 40، شمال الصعيد 80.